عندك تكيس من المبايض وتبي تفتكين منه، ولكن ابي تعرفين من اللي سواك التكيس وشنو العمليات اللي تصير داخل جسمك. ركزي معي، عندك انت براسك قده نخاميه، شنو تفرز ال اتش وال اف اس اتش، هذول شنو يسوون؟ هم اللي يدقون تليفون على المبايض، الو السلام عليكم، يلا طلعوا بويضه، طلعوا بويضه، طلعوا. حلو، دقوا طلعت بويضه، مشت وقفت شويه، ثاني مره دزوا رسائل، الو يلا هاكم، شنو يبون البويضه عشان تمشي؟ شنو تبي؟ تبي اف اس اتش واستروجين، كل يوم يدزون يدزون تمشي البويضه. مره واحده البويضه وقفت، صار فيها تكيس، يعني تكيست بمكانها. ليش؟ مفروض الغده النخاميه تدز رسائل، يا غده نخاميه ليش ما دزيتي؟ ليش كيستي البويضه؟ والله عندنا وايد. شنو اللي عندنا وايد؟ هرمون الاندروجين. هذا من وين؟ هو اللي قص على الغده النخاميه، انه عندنا هرمونات وايد. هذا من وين الاندروجين؟ السهر، الخربطه، القلق، التوتر، السكريات. ارتفع الاندروجين وقفت هذه العمليه. جت رساله عند الغده النخاميه ان احنا ترى مفولين هرمونات ما نبي. انزين، نبي نكسر هذا الاندروجين. شنو من افضل الاشياء؟ بذور البروكلي يا جماعه، واوميجا 3 مع اكل صحي، ولا تسهر ولا تسرين ولا تسرين قلقه ومتوتره، واخري الضغوطات عنك. والله العظيم خلال فتره بسيطه الهرمونات كلها تتعدل وتهير رسائل 100%. هذه قصتها كلها.